أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص طاف طواف الوداع ثم نام في مكة حتى الفجر، فماذا عليه؟ أيعيد الطواف أم يكتفي بما طافه في الليلة البارئة في الليلة الماضية؟ إذا بات في مكة، إذا بات داخل البنيان انتقض طوافه، فلا بد من إعادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آخر عهدي بالبيت، وهذا آخر عهدي بمكة ما هو بالبيت. فإذا نام في مكة داخل البنيان فيعيد الطواف، لأنه انتقض بالنوم والمبيت في مكة. نعم.